اذا انتبهوا لي حبايبي راح ارجع عيد، راح ارجع عيد لانه ما كنت مشغل الكاميرا مشان اصدقائنا اللي ما عندهم حضرانين الزوم، اللي ما حضروا الزوم انتبهوا لي. اذا عندي مقارنه الكسور، مقارنه الكسور عندي هذا الكسر نص، الكسر نص اللي فوق، فوق الكسر هذا الكسر من او على، من او على، مو هذا الكسر يمثل من او على. طيب عندي الاجزاء الماخوذه، الاجزاء المظلله، الاجزاء الملونه المتماثله، وين بتكون الاجزاء الملونه؟ فوق، فوق الكسر، فوق الكسر. والاجزاء جميعها عددها جاء كاملا بتكون جوا، احسنتم، بتكون جوا تحت الكسر. اذا هاي يمثل نص. هنا ثلث، ثلث ايش كم جزء لازم اظلل من الثلاثه؟ يعني ثلاثه منهم واحد، مين ثلاثه؟ الاجزاء كامله ثلاثه، ايش كم جزء لازم الون؟ واحد من ثلاثه. واحد من ثلاثه، اذا هذا الكسر واحد من ثلاثه. ربع، ربع، يلا عمران ربع، شو بظلل؟ واحد من أربعة، أحسن. إذا ظلل واحد من أربعة، ظلل قسم واحد من أربعة يلي هو ربع. إذا نص، تلت، ربع، إذا هذا شو بنسميه؟ نصف. وهذا ثلث، وهذا ربع. إذا نصف، هذا النصف، وهذا شنو؟ ثلث، وهذا شنو؟ شو اسمه هذا؟ ربع. نصف، ثلث، ربع. طيب هلا لحد هلا انا ما بديت بالدرس، هاي كانما هو مراجعه، مراجعه للبحث الماضي. طيب شوفوا لي يا حبايبي، شوفوا لي يا حلوين، انتبهوا لي. اريد اقارن بين هذه الكسور، مقارنة الكسور، بدي اقارن بين هذه الكسور. يو اكبر النص لو الثلث لو الربع، باعوا لي يو اكبر شيء من الرسمة. اذا انا النص، احسنتم، اذا النص اكبر شيء، اذا هنا نصف اكبر، أكبر من شنو؟ أكبر من التلت، مو؟ طيب باعوا لي هنا التلت، التلت هاي يا هو أكبر التلت لو الربع، التلت لو الربع، التلت أكبر من الربع، التلت أكبر من الربع. طيب لو طلعنا، لو طلعنا على هذه، لو طلعنا على هذه المتراجعة، إذا طلعنا على هذه الجملة العددية، لو طلعنا عليها بنلاحظ لارين حيدر طبت، انتبهوا لي، لو طلعنا، انتبهوا لي، النص أكبر من ثلث، أكبر من ربع، يعني إذا اللي فوق، فوق من فوق واحد على طول، إذا على طول هو واحد يعني موحد العدد، واللي جوا كل مرة انتبهوا اثنين ثلاثة أربعة، عم زيد، عم يزيد كل مرة، اللي جوا الكسر عم يزيد واحد، كل ما زاد عم يصغر الكسر، كل ما زاد اللي جوا عم يصغر الكسر. شوفوا الاثنين أكبر من ثلاثة بالأعداد العادية مو بالكسور، الأعداد العادية ياهو أكبر من اثنين لو الثلاثة؟ الثلاثة أكبر مو؟ بالأعداد الصحيحة الثلاثة أكبر، بس بالكسور إذا كانت الثلاثة جوا الثلاثة أصغر. بس الشرط، شو هو الشرط؟ الشرط أن تكون هاي اللي فوق كلها واحدة، واحد واحد واحد، أو مثلا اثنين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لأقدر، لأقدر حبيبي، لأقدر قارن الكسور لازم يكون
ارقام واحدة، ما اقدر اقارن الا هيك. تهمنا؟ اذا في عندي شرط اساسي لمقارنة الكسور، شرط اساسي لمقارنة الكسور، اما ان تكون ما فوق الكسر متساويين حتى اقدر اقارن، او اللي جوا الكسر متساويين حتى اقدر اقارن. افتهمنا؟ يلا مين راح يعد لي؟ يلا روان الحلوة، يلا روان. اقدر اقارن كسرين مختلفين جوا وفوق؟ اقدر؟ لا لازم يكونوا اما جوا مثل بعض او فوق مثل بعض نفس الرقم. تهمنا حبايبي؟ لارين محمد، شو الشرط ان نقارن الكسور؟ شرط مقارنة الكسور ان يكون العدد اللي جوا الكسر واحد، او العدد اللي فوق الكسر واحد، مو واحد يعني مثل بعض. هلا هنا شوفوا واحد واحد واحد، قدرت اقارن. ليش؟ لانه البصوب هاي اللي فوق كلها رقمها واحد. حتى لو كانت اثنين مثلا، اثنين نفس الشيء. اوكي؟ ثلاثة نفس الشيء. فهمنا؟ اذا لازم تكون البصوب او اللي فوق الكسر متساوي، بقدر اقارن. طيب انتبهوا لي، اذا واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، واحد على اربعة. انتبهوا لي، انا اذا بدي اوصف النمط، اذا قالوا لي صف نمط، شو فيني اقول؟ يزداد العدد تحت الكسر، بمقدار واحد في كل مرة. طب كل ما زاد واحد في كل مرة بينقص لو بيزيد الكسر، بيصغر لو بيكبر. إذا زاد بيكبر لو بيصغر؟ ينقص. إذا كل ما زاد الكسر واحد بقل الكسر، بصير أصغر. أوكي؟ إذا هنا شوفوا لي، واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، واحد على أربعة، واحد على خمسة، واحد على ستة، في كل مرة يزداد العدد أسفل الكسر. إذن يزداد العدد أسفل الكسر بمقدار شنو؟ واحد. وكل ما زاد بهالحالة شو عم يصير؟ عم تصغر قيمة الكسر. هلا افتهمنا من هذا الدرس إنه الواحد على اثنين أكبر من الواحد على ثلاثة، أكبر من الواحد على أربعة. يعني كل ما زاد العدد اللي جوا الكسر، بصير أصغر. افتهمنا لو لا؟ ها حبيبي. أكو بعد زوم. راح نكمل المنهاج ان شاء الله. مين ما اتهم مقارنة الكسور؟ مقارنة الكسور عندي شرط ان تكون الاعداد فوق الكسر واحدة. يعني يا اما واحد 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 واحد، اثنين 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 اثنين، ثلاثة 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 ثلاثة، اربعة اربعة اربعة. لازم يكونوا كلهم متماثلين حتى فيني قارن الكسور. وفي شغل اللغة انه ممكن يكونوا اللي جوا واحدة، يعني اللي
مثل بعض حتى فيني قارن. اذا يا بده يكونوا الاعداد اللي فوق الكسر مثل بعضها لقارن، يا بده يكونوا الاعداد اللي جوا الكسر مثل بعضها لقارن. ما يصير يقارن الا هيك. والشيء الثاني بالكسور انه كل ما زاد العدد اللي جوا يصغر الكسر، بصير اصغر. كل ما زاد العدد اللي جوا بصير الكسر اصغر. اوكي، رح اعمل تمرين وشوف اذا اتهمنا. انتبهوا لي، طبعا تكتبوا على الدفاتر وتخلوا الدفاتر عندكم مرجع. انتبهوا لي حبايب، عندي خمس، نصف، ثلث، ثمن، عشر، ربع، خمس، نصف، ثلث، ثمن، ربع. طب هاي الكسور مين بده يرتب لي اياها من الاكبر الى الاصغر لشوف اذا اتهمتوا؟ من الاكبر الى الاصغر، يلا بنين. الاكبر يا هو اكبر شيء بيهن، يلا بنين. اكبر كسر، اكبر كسر بيكون اصغر شيء جوا. الاكبر كسر بيكون اصغر شيء اللي جوا. نص احسنتم. اذا النص هو الاكبر، هاي اول واحد وراها. يلا بنين وراها. بنين الصوت عندك مو كلش. اذا وراها يلا يا جود، يلا جود. واحد على ثلاثة وراها الكسر الاكبر. وراها الخمسة. واحد على أربعة. إذا نص أكبر شيء، وراها الثلث، الثلث أكبر من الربع، الربع واحد على خمسة أكبر من الخمس، الخمس واحد على ثمانية. إذا هاي راحت وهي شو بقى؟ واحد على ثمانية. إذا أكبر شيء بالكسور شو بيكون؟ اللي كسروا أصغر شيء، بعكس الأعداد الصحيحة. كانت إحنا عندنا بأعداد صحيحة الاثنين هي أصغر شيء، صح؟ إيه. هنا بالعكس، اللي جوا كل ما صغرت بيكبر الكسر، بس بشرط أن تكون اللي فوق الكسر كلها أعداد متماثلة. فهمنا حبايبي؟ يلا هلا بالتمرينات نفهم أكثر. باي باي، رح ارجع لكم على التمرينات. الى اللقاء طلاب الصف الثاني مدرسة ماما تغريد.